ما قلتي لي ليش ما بدك ميديا تعرف؟ اختي حرام هلا بتزعل، إلها 3 سنين متخرجة من المعهد ولسه ما في غير عم بتعس على مشهد ومشهدين. وليك اجتني انا الفرصة على البارد المستريح، وهي انا عرض ازياء وما لي علاقة بالتمثيل. عين العقل لا تقولي لميديا، لأنه إذا قلتي لها بتخرب لك كل المشروع. إيه لا حبيبتي غلطانة. أنا مع إنه ميديا تدرى، لأنه إذا دريت حتنبسط لك كتير كتير. مزبوط ليلي حكي نور، على فكرة ممكن تساعدك، صحيح أحياناً بتمثل بطريقة بتهوي بس بضل عندها خبرة بالمجال، صح ولا لا؟ إي صح. ليلى، حبابة بدي أقول للأمير شاكر خليني أحكي معه. لا شو عم تحكي؟ ما بقدر. شو دق له هلا مشان يقول ما صدقت أخذت منه الرقم؟ لا لا حبيبتي، هيك بخفف حالي كتير، لازم تقلي شوي. ليلي، يستر عليكي دقي له، والله حابة أسمع صوته، الله يوفقك. يا الله والله ما فيني. مشان الله لا إلك أي حاجة واحكي معه، الله يوفقك. عندي إله الله يخليكي. طب شو بدي أتحجج له؟ بأي شيء، تحججي له بأي شغلة. بعدين حبيبتي هو لما بده إياكي تحكي معه ما كان عطاكي رقم تليفونه. مزبوط. يلا دقي له ليلى. يلا يلا ليلي يلا يلا دوبسيني دوبسيني. والله لو ما بحبكم كلياتكم من كل قلبي ما كنت بتصل فيه، كرمالكم بس تذكروه. لك خلينا إياكي يا أم لول. يا عظيمة أنتِ. كرمالكم بس ها؟ لك يلا. في احيانا بفيق بالليل بحس حالي مخنوق بدي ابكي عفوا. ايوه الو كيفك استاذ امير؟ مين معي؟ انا ليلى. ليلى اللي جيت لعندك اليوم من الشركه بالصدفه شفتك بالشركه. اهلا للوش، كيفك حبيبتي منيحه؟ اهلا للوش يا بني منيحة منيحة. لا أميرة أنا بعتذر منك بس ما كون دقيت بوقت غلط. بالعكس ميرسي. أنا كتير انبسطت بتليفونك، لو أنت ما دقيتي كنت أكيد أنا رح دقلك لأسمع الصوت الحلو. كنت أسألك عن شو منشان العقود، عندك فكرة إمتى رح يتوقعوا؟ طبعا عندي فكرة طبعا. هلا الفنيين خلصوا توقيع العقود وضل الممثلين الاسبوع الجاي بيوقعوا. شدي حالك ها، انت ما بنخاف عليكي. ميرسي شكرا لك بس كنت بدي. الو مرحبا اميره. كيفك؟ انا لبنى مدربة رياضة فيتا لليلى ساكنه معها بالبيت. على فكره انا كثير بحبك، متابعت لك كل المسلسلات واول ما بتطلع بيسحل عقلي. على فكره انا بعتذر كثير منك بس هاي رفيقتي مجنونه فيك، كثير بتحبك وكل رفقاتي وانا سميحه كمان. وجاء على بالي تعطيني رقم تيم حسن. فرصة سعيدة يا الو مرحبا استاذ امير، انا بحبك كثير كثير بس حب اخوي. على فكرة انا اسمي نور. طبعا انا مخطوبة وخطيبي بيحبني كثير وبيغار علي. طبعا اذا عرف هلا انه انا عم بحكي معك رح يجن جنانه. خطيبي اسمه وائل. إذا كان سلمينا على خطيبك معناتها. ايه استاذ أنا بعتذر منك، ما علي طولنا عليك كتير كلياتنا بس هاي من كتر محبتهم فيك. كتير بنحبك نحنا. أي والله. أي والله. لا بالعكس فيكي تاخدي الوقت كله. بالمناسبة شو في عندك اليوم المساء؟ بصراحة أنا حاب أعزمك العشاء إذا ما في مانع طبعا. ما عندها شي ما عندها شي. شو بدك له؟ لك قليله فاضية. فاضية ما في شي. فاضية ما في شي. هلا الساعة 6:09 منيح؟ كتير منيح. ممتاز ممتاز كتير منيح. ممتاز 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 ممتاز. ايه اوكي باي باي. انا اسف بس بتعرفي شغل وضغط بس عم حس حالي اوقات عم بختنق بس فيق بالليل، فهي الحالة عم تتعبني.